عيون الدون تبدأ وتظهر. هيا بنا إلى ساحة النصر الأول بارك. مواجهة منتظرة ومرتقبة. النصر يستضيف الخليج في الجولة 12 من دوري روشن السعودي العالمي في مهمة الزحف للقمة، مهمة الوصول إلى النقطة 28، مهمة تقليص فارق نقاط الصدارة إلى 4. الضيف القادم نسيهات، إنه نادي الخليج أبناء الدانة يرغبون بأن يتركون بصمة في هذا المساء وسط أنظار أبرز الغيابات وهو تاليسكا اللاعب الذي يغيب عن مباراة اليوم. النصر والخليج، عزف منتظر ومرتقب، زحف للقمة، عنوان العالمي هنا في الأول بارك. الملعب هدفه في مرمى الدحيل، الهدف الأجمل في الجولة الماضية في آسيا من بداية العام الماضي وهو يدرب الخليج. لدينا انطلاقة لماني، الكرة العرضية تذهب بعيدة إلى رمي. من المباريات التي عطلت النصر، هو مبكر الآن بذات الطريقة يتقدم الآن. محاولة وفرصة والتغطية حضرت سريعة. النصراوي محاولة، كريستيانو يستقبل الأولى والثانية والكرة باتجاه القمة. كريستيانو رونالدو هداف الدوري حتى الآن ب 11 هدف. الدوري هكذا يتحدثون. الآن لدينا محاولة وكرة ماني. ربما مباراة مرتقبة في الجولة 13 القادمة عبى لهذه الدرجة. حالة تسلل في اللحظة أن يضرب الآن. الكرة في أحضان مروان الحيدري، حيدري حارس للشباب، خطورتها ما زالت قائمة وبالكعب لناري وعالية والإبعاد. انتظار لرفع راية فعلا وهي حاضرة في هذه الصورة. مبكرا حتى يحسم، هل يحسم الآن؟ الحيدري مروان ينقذ الموقف والتقدم. الله على المهارة، لكن المرتدة الآن حاضرة. الله على الانطلاقة، وهنا ماذا تم دون؟ الآن الدون ذكية لكنها تبعد، كانت الفكرة ذكية. يستمر مع سالونيكا، لعب لهامبورغ وبروسيا دورتموند وباير. الآن يقترب. الله يا ناري، وعلى العرضية لكن فيها راية، فيها راية لدى فابيو مارتينيز. لمسة مثالية بالتحرك لإيفو رودريغيز، يسدد تصطد، عادت خطورتها الكرة. الله، ومرة أخرى أيضا راية لغريب يمرر للدون وتسديداته. التمرير، التهديف، الله. هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو. الدون دون الأسرار، دون الأسرار. صفقي يا ستي صفقي، هكذا يأتي كريستيانو رونالدو لإسعادك وإسعاد النصر. الله، وإي والله. ولديك إيفو رودريغيز، ولديك إيمانويل بيدرو، ولديك غالي. كرة تصل من جديد، لمسة، مباراة ممتعة وتسديدة باليسرى ذهبت من المصري محمد شريف. الكرة في النهاية لابورت. الله على كرة أرسلت من رولدوفيتش في غاية الجمال والروعة الجميلة عند أوتافيو. لمسة إلى ماني، يتقدم ساديو
ووقوع على محمد شريف، جميلة جميلة الله. لكن أيضا كان محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وان شاء الله نتكلم النهاردة عن حمام التحضين. ناس كتير جدا بتسألني يا بهاجر انا عاوز اجهز تحضين. طيب احنا النهاردة جايبين لكم شوية حاجات نبص كده عليها مع بعضينا، تمام، وعشان الناس تعرف ايه هو التحضين يعني وايه الانواع اللي احنا نجهزها في التحضين. اول شيء معنا ده جوز مثلا، ده استرالي بسحنة، ده بيشتغل معاك اكتر من حاجة. بتوع النش بيحبوا الاسترالي ابو سحنة. بالنسبة للتحضين، حمامة حجمها حلو، صدرها عريض، عظمها مليان، وشدقها واسع، يعني الشدق بتاع المنقار نفسه واسع، يعني يقدر ياخد الزغلول على طول ويزقه على طول، وتتميز بالحنية طبعا. نيجي بعد كده للحمام الزاجل. حمام الزاجل مثلا ده ممتاز جدا، اللي هو الزاجل الشعبي يا جماعة، الزاجل الشعبي والكريزليات والحاجات دي كلها، والحاجات المهجنة دي جامدة جدا في التحضين، حنينة تمام، حجمها كبير، بتترس الزغلول وتزقه. فاختار الحضان بتاعك حسب ما انت عاوز